من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي كان حريص ان يكون موجود وسط ابناء النادي الاهلي كواحد من ابناء النادي الاهلي يتابع المباراه ونقول له مبروك ومليون مبروك للاهلي دائما وابدا. هو السوبر النهارده مباراه كبيره بتكلل مجهود كبير جدا وتعب كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي ولكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. مبروك مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، مبروك للكابتن محمود الخطيب على الجهد الكبير، مبروك لجنه الكوره والاعضاء النادي الاهلي، مبروك لكل الناس الاهلاويه المحبين للنادي الاهلي، الف مبروك. الحقيقه مباراه محترمه، مباراه جيده، فريق محترم. النادي الاهلي الحقيقه قدم مباراه قويه جدا، يمكن نجحنا الحقيقه باقتدار في المباراتين سواء مباراه سان داونز او الحقيقه مباراه السوبر الافريقي، يعني اعتقد سفريه مهمه جدا بالنسبه لنا، سفريه مهمه جدا الحقيقه في التركيز. عندنا ملفات كمان جديده واحنا بنقول الف مبروك، احنا جايين على بطوله الدوري وجايين على تركيز في بطوله افريقيا وهو ده النادي الاهلي وهي دي ضريبه النادي الاهلي، تبقى في عز فرحتك وبتفكر بكره في ايه وبتفكر ايه الاعباء اللي عليك. فدايما لاعبتنا رجاله، دايما جهاز فني الحقيقه متميز ما شاء الله، مبروك ليهم الحقيقه، بذلوا مجهود كبير، ادوا مباراه على مستوى عالي جدا، مباراه قويه، حاسين ان احنا كسبانين البطوله واحنا فخورين الحقيقه ان احنا نستحق البطوله، ودي اهم حاجه في الموضوع ان انت تبقى كسبان وانت ادائك في الملعب كان متميز. مبروك لكل نجوم الاستوديو طبعا، الكابتن ايمن شوقي ونجوم النادي الاهلي ونجوم مصر الحقيقه، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن ماهر همام، كابتن احمد بلال، كابتن علاء ميهوب، اعتقد تقريبا دول اللي في الاستوديو مظبوط كده. تمام، الف الف مبروك ليكم، دايما منورين النادي الاهلي، دايما منورين قناه النادي الاهلي، دايما الى الامام مع بعض جميعا ان شاء الله باذن الله. عمرو بيه، يعني دايما ماتشات الاهلي يا حضرتك موجود في الاستاد يا اما موجود وسط الاعضاء، ما فكرتش انت تتفرج على المباراه في البيت في جو اسري او جو عائلي؟ لا، جاي موجود في وسط ابناء النادي الاهلي. هو الاهلي والنادي الاهلي وحياه النادي الاهلي واحنا كلنا اهلي وعارف بنحسها بكل مشاعرنا. يعني الناس النهارده انت بتشوف الكره بتيجي جون انت بتسمع صوت القاضي كانك بتسمع جول استاد. يعني انت كل اعضاء النادي الاهلي النهارده موجوده، يمكن ان انا النهارده في نادي اهلي مدينه نصر وفي بعض الزملاء الحقيقه موجودين في نادي اهلي الجزيره، كاننا منقسمين نفسنا، ناس بتتواجد في وسط الاعضاء هنا وناس بتتواجد في وسط الاعضاء هناك، كلنا بنمثل مجلس اداره، رئيس النادي موجود في قطر هناك في البطوله هو وكابتن طارق قنديل. يعني اللي انا يعني شايفه ان كلنا الحمد لله على قلب رجل واحد، كلنا متكاتفين، كلنا بنشتغل الحمد لله بآليه واحده. الف الف مبروك ويا رب دايما النادي الاهلي في افراح يا رب. دايما البطولات في النادي الاهلي بتشكل عليكم اعباء كبيره وضغوط كبيره، لان النادي الاهلي دايما متعود على البطوله ودايما بيبقى عندي مسؤوليه ان انا احافظ على البطوله وعلى اسم النادي الاهلي. هو العبء دايما جماهيري اكتر، يعني انت عارف جمهور النادي الاهلي يمكن النهارده بيحتفل بعد ربع ساعه يقول لك الدوري، بعد خمس دقائق بعد الربع ساعه يقول لك ايه افريقيا، فده طبيعي. فهو النادي الاهلي ضربته كده، هي دي ضربه النجاح، وطول ما انت بتقدر تحصد الحقيقه بطوله مهمه جدا. وخد بالك بطوله السوبر الافريقي دي بطوله كانت بالنسبه لنا مهمه جدا. ليه مهمه؟ لانه ان شاء الله احنا المولى ربنا يوفقنا في بطوله افريقيا وكده نرجع تاني نعادل الارقام بتاعه اعلى فريق على مستوى العالم يكون حقق بطولات، ودي بالنسبه لنا لقب مهم جدا حابين ان احنا نحافظ عليه. فكان يهمنا ان احنا الفارق ما بيننا وما بين ريال مدريد دلوقتي بطولتين، دي كده خدنا بطوله وبالتالي يبقى احنا عنا على البطوله الثانيه ونستعيد اللقب اللي احنا كنا واخدينه من فتره الحقيقه من عدد من السنوات ونبتدي ان احنا نشتغل. هو ده النادي الاهلي وهو ده اسم النادي الاهلي وكلنا بنشتغل على كده. حلو الطموح ده وانا بنافس ريال مدريد، يعني في ناس كتير ممكن تستصعب الامر لكن انا بنافس ريال مدريد بس ده النادي الاهلي. ده الاستقرار، هو ده استقرار مؤسسة بحجم النادي الاهلي، استقرار مجالس ادارات، حب موجود على الترابيزة، منافسة طيبة، منافسة في حب المكان، كلنا بنشتغل لهدف واحد، مفيش حد بيشتغل لمصلحة شخصية، لاعبين، جهاز فني، جمهور الحقيقة واعي وبيقف في لحظات مهمة جدا بتبقى لحظات فارقة في ظهر النادي الاهلي، كل دي يعني الحقيقة عوامل نجاح. حقيقة والحمد لله رب العالمين وتوفيق ربنا كمان ده الأهم، النيات الطيبة ربنا بييسر لها الخير وبيكرمها والحمد لله نعمة من عند ربنا نيات الناس طيبة. عمرو بيه بنشكر حضرتك مليون مبروك ودايما في بطولات ودايما في إنجازات للنادي الأهلي. ربنا يخليك ودايما الأهلي فوق ودايما الأهلي فوق. أشكرك ميرسي، الله يخليك ميرسي لذوقك. دايما الأهلي فوق، أعتقد كلمة كبيرة من معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وفرحة كبيرة لكل من ينتمي للنادي الأهلي. من جديد تعود ليك الكلمة كابتن أيمن ولضيوفك الكرام.